عدو الذي يفعل بنا ويرتكب بنا بحقنا كل هذه الجرائم منذ أول ليلة في عدوانه إلى اليوم، ونحن على تمام أو على مقربة من تمام ال7 سنوات. أليس من الخطر الكبير ومن الخطأ الفادح أن نقبل بسيطرته علينا؟ هو عدو يحمل من الحقد، وهو فيما هو عليه من الشر والسوء والإجرام والطغيان بما قد عرفناه عنه. أليس ما قد فعله بنا كاف في أن نعرفه حق المعرفة؟ أنه عدو بكل ما تعنيه الكلمة، عدو سيء، عدو حاقد، عدو مجرم، طاغ، متكبر، مفسد، ظالم. وبالتالي بالأولى أنه كلما زاد ظلمهم لنا، طغيانهم علينا، تكبرهم علينا، أن نزداد وعيا، ثباتا، جدية في التصدي لهم، في دفع شرهم، في مواجهة بغيهم. هذه هي النتيجة الصحيحة. وأن تكون ثقتنا بالله أنه بقدر ما نقوم بما علينا، بقدر ما نتحرك فيه في إطار مسؤوليتنا، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأرحم، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل الواسع العظيم والصادق الوعد، سيمدنا حتما بالنصر ولن يخلف وعده. عندما تحصل أحيانا بعض الإخفاقات أو بعض التراجعات، هي نتيجة لإشكالات عملية أو لتقصير معين أو لخلل معين، لكن ذلك لا يعني نهاية المعركة، ولا يعني أبدا تحول الوضع بكله أبدا. منذ بداية العدوان وإلى اليوم واجهنا صعوبات كبيرة جدا. تمكن العدو من السيطرة على محافظات بأكملها، هذا في بداية العدوان، في بداية الاجتياح البري، تمكن العدو من السيطرة على محافظات بأكملها، تمكن من تحقيق اختراقات بالغة الخطورة وصولا إلى نهم، وصولا إلى أماكن كان يؤمل فيها أنه سيحسم المعركة نهائيا. وحصلت أيضا ظروف صعبة جدا من الحصار، الجرائم الكبيرة التي يرتكبها العدو، الوحشية الشديدة التي بدأ بها في ممارساته الإجرامية. ولكن بالثقة بالله سبحانه وتعالى، بالتوكل على الله، بالتحرك الجاد، بالتضحية، بالموقف، بالصبر، الصبر في ميدان العمل، الصبر والناس يتحركون إلى الجبهات، الصبر والناس يبعثون بقوافل الرجال وبقوافل المال وبقوافل الغذاء، الصبر والناس يصبرون على التضحية بإباء، بإيمان، بعزة، بكرامة، بقوة إيمانية، نتج عنه النتائج الطيبة، تحقيق الكثير من الانتصارات العظيمة. شعبنا إلى اليوم منتصر بكل ما تعنيه الكلمة، والعاقبة الحتمية لتضحياته، لصبره، لثباته على موقفه، هي النصر، لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعده أبدا. في بعض الحالات مثل ما في المرحلة الأخيرة، أتى العدو من جديد بحملة تصعيدية أكبر، وتمكن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني من الدفع بالإماراتي الذي كان قد أعلن سابقا انسحابه من البلد، أقنعه بالعودة إلى التصعيد وأن يبذل كل جهده في التصعيد من جديد، وهم بذلك يورطون الإماراتي. هو الخاسر بعودته إلى التصعيد، بتورطه من جديد فيما لا يعنيه، فيما ليس له فيه أي حق، فيما هو فيه باغ بكل ما تعنيه الكلمة. لا سابقة لشعبنا فيما مضى ضد الإماراتي تبرر له عدوانه وبغيه على هذا الشعب. لا مشكلة، لا حدود مشتركة، لا نزاع، لا قضية معينة، ولا أي شيء. كل ما في الأمر أوامر، يسميها هو بالضغوطات، أوامر أمريكية، بريطانية، إسرائيلية واضحة، والتحريض له مستمر ليستمر في تورطه.
فحصلت بعض التراجعات في محافظة شبوة نتيجة ظروف عملية معينة. قد يكون شابها البعض من التقصير أو القصور، هذا يحصل في ظروف الحرب. حصل حتى في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله، في أحد، في حنين، ولكنه لا يعني أن مصير هذا البلد، مصير هذا الشعب انتهى إلى الهزيمة. هذا شيء لن يكون أبدا ما دام هذا الشعب ثابتا، صابرا، واثقا بالله، متوكلا على الله، جادا في موقفه، واقفا كما ينبغي في مسؤوليته. العاقبة الحتمية هي النصر. في المرة السابقة أتى الإماراتي منذ بداية العدوان، كان أداة رئيسية من أدوات أمريكا وإسرائيل وبريطانيا إلى جانب السعودي في العدوان، ودخل بكل إمكاناته للتصعيد، ووصلت مراحل التصعيد إلى مستويات معينة حصل لها نتائج ميدانية معينة.